الحديث إذن عن الصراع السياسي في العراق والانقسام الحاصل بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن الصراع على الحقائب الوزارية ومستقبل حكومة الكاظمي أيضا. سنناقش ذلك مع ضيفنا هاتفيا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم دكتور جاسم. إذن على الرغم من العراق يعيش في دوامة قد تعصف به من ظروف اقتصادية وصحية صعبة يمر بها العراق، نجد أن الأحزاب منشغلة الآن، الأحزاب والكتل السياسية بصراعها. أين ذهبت وعود الكتل السياسية إذن وقوى العملية السياسية بنبذ المحاصصة الطائفية؟ نعم، شكرا لكم. يعني معلوم أن العملية السياسية في العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم يعني قسمت على يعني أسس طائفية ومذهبية معلومة للجميع. نعم. واليوم حالة التناحر الموجودة مع تشكيل حكومة أو تكليف مصطفى الكاظمي ليست جديدة. مع كل حكومة نجد حالة التناحر السياسي والتجارة السياسية. التناحر السياسي يعني يبدأ بصور كأنها يعني من باب مصلحة المواطن والدعوة إلى يعني حقوق المواطنين، وبالتالي تصب هذه الدعوة في خانة يعني حصة هذا يعني الكيان السياسي أو ذاك. أما قضية التجارة السياسية فهذه قضية لم تنتهي منذ عام 2004 وحتى اليوم، تبدأ من مرحلة ما قبل التكليف ثم مرحلة التكليف وتصل إلى مرحلة جني الثمار التي هي مرحلة تسلم أو تسنم المسؤول للمنصب الجديد، وتكون الحصة لكل وزارة قد قسمت يعني سلفا بين العديد من التجار السياسيين، ولا يبقى منها إلا النزر قليل للمواطنين. وعليه لا أعتقد أن الأمر فيه شيء جديد، كل ما يجري هو أمر متعارف عليه بين الكتل السياسية، هم تجار سياسة نجحوا بامتياز في أن يكونوا تجار من الدرجة الأولى، هم اليوم يمتلكون يعني الأملاك التي لا عد لها في أغلب مدن العالم الكبرى، وبالتالي أعتقد أن الأمر هو استمرار لحالة التجارة السياسية الموجودة في العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم. ولكن مصطفى الكاظمي قبل قبوله مهمة تشكيل الحكومة اشترط عدم التدخل في هذه التشكيلة وكذلك في برنامجه الحكومي، هل سيكون الكاظمي مختلفا عمن سبقه؟ يا سيدي نحن نتحدث عن مدير المخابرات العراقية، يعني الكاظمي ليس شخصية اعتيادية. معلوم جنابك أن مدير مخابرات في أي دولة من دول العالم يتم انتقائه يعني بشكل كبير يختلف عن أي منصب في الدولة، أي دولة من دول العالم، وبالتالي نحن نتحدث عن رئيس المخابرات العراقية. كيف جيء بمصطفى الكاظمي ليكون رئيسا لأهم جهاز في الدولة العراقية؟ نحن نتحدث عن شخصية بغض النظر عن هي مؤهلة لأن تكون رئيس المخابرات أم لا، اليوم الكاظمي يمتلك ملفات على كافة السياسيين في الدولة العراقية، لأن المخابرات كما معلوم من واجبها أن تعرف كل شيء في داخل الوطن وخارج الوطن. وعليه ربما إن أراد الكاظمي، وهذا أمر يعني لا يمكن أن نستبعده ولا يمكن أن نؤكده، إن أراد الكاظمي أن يبني حكومة يعني صحيحة يمكن أن يستخدم هذه الملفات. لكن بالمقابل تعلم جنابك أن الكاظمي ليس حرا، هم جاءوا بالكاظمي ليكون رئيسا للمخابرات، وعليه أعتقد أنهم سيبقون في دائرة المصالح والتوافقات سواء مع الأشخاص أو مع الكيانات، وعليه لا أعتقد أن الكاظمي يمكن أن يكون حرا طليقا في اختياراته لحكومته التي أتوقع أنها ستعلن في الأسبوع القادم. مع استمرار هذا الصراع دكتور جاسم، بدأت حالة التشظي للأحزاب وبدءا من تحالف النصر، هل يكشف ذلك حالة التشظي هذه، هل تكشف عن هشاشة
التدخل الإيراني أصبح ضعيفا داخل العراق في السيطرة على هذه الأحزاب أم ماذا؟ هذه نتيجة يعني طبيعية لغياب قاسم سليماني. قاسم سليماني هو الكنترول أو المنظم أو المرتب لأوراق البيت الشيعي، حينما يعني اغتالته أو قتلته الطائرات الأمريكية في بداية العام الحالي عرفوا جيدا لماذا قتلوا. هم اختاروا بدقة الهدف وبالتالي أربكوا البيت الشيعي. اليوم أوراق البيت الشيعي متناثرة، ولا أعتقد أنه لا يمكن لإسماعيل قاآني ولا لغيره أن يسدوا فراغ قاسم سليماني، وبالتالي غياب سليماني هو الذي جعل حالة التشرذم الموجودة اليوم في الموقف الشيعي. وعليه أتصور أنهم ربما سنرى الكثير من هذه المواقف غير المتوافقة داخل البيت الشيعي، وأعتقد أن هذه البيوت سواء السنية أو الشيعية أو غيرها ربما هي إلى زوال خلال المرحلة الانتخابية القادمة. يعني تعتقد أن الكاظمي ربما يستطيع أن يشكل حكومة مستقلة بعيدا عن هذه الأحزاب الطائفية؟ هذا يعني هذا كلام ممكن في دولة ديمقراطية. أما الحالة العراقية فلا أعتقد نحن أمام ديمقراطية. نحن أمام دستور يدعي الديمقراطية، لكن واقع الحال كما ذكرنا في البداية هي قضية تجارة سياسية بين الكتل الحاكم. وعليه يعني إن جاء الكاظمي بحكومة مستقلة فهذا يعني نحن لا نتحدث عن العراق. وعليه أنا أتصور أننا سنرى غالبية هذه الوجوه المشاركة في العملية السياسية في الحكومة القادمة، وربما أنا متأكد أن حكومة كاظمي ستمر عبر البرلمان لكنها لا تحقق حتى ربع ما ذكره الكاظمي في خطاب التكليف، لأنه لا يمكن أن يخرج من دوامة الكتل السياسية الحاكمة. وعليه أنا أعتقد أن الكاظمي هو حلقة من حلقات الضياع المستمر في الدولة العراقية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري.